بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتناول فيها الـ Nutrition and Upper Gastrointestinal Disorders، أمراض الجهاز الهضمي العلوي. عندنا عدد من الحالات، نتناول أول حالة عندنا اللي هي عبارة عن الحالات المرضية اللي ممكن تؤثر على الفم والمريء Mouth and Esophagus. أولى الكونديشنز عندنا مصطلحا تسمى Xerostomia أو ما تعرف بـ Dry Mouth، جفاف الفم. طبعا جفاف الفم بيكون ناتج بشكل اساسي نتيجه انخفاض تدفق اللعاب او اللي هو decreased salivary flow، اللي هو بيكون ناتج ممكن كاثر جانبي لكثير جدا من الادويه، او ايضا اللي هو بيكون مصاحب لعدد من الامراض او حتى العلاجات الدوائيه لمثل هاي الامراض. في عنا انخفاض افراز اللعاب او جفاف الفم ممكن بيأثر بشكل عام على صحه الانسان، من حيث انه المريض المصاب بالزيروستوميا يعاني من صعوبة في الابتلاع، هذا يؤدي إلى decreased nutrient intake، وبالتالي ممكن يصير في عنده increased malnutrition risk. برضه بيعاني من mouth infections أو اللي هو العدوى اللي ممكن تصيب الفم، سواء كانت العدوى الفطرية وخلاف ذلك. أيضا ممكن يعاني من أمراض الأسنان زي اللي هو زيادة تسوس الأسنان نتيجة انخفاض اللعاب اللي هو أساسا قاعدي بعدل حموضة الفم، وأيضا بيعمل هو washing out أو بيعمل غسيل للأسنان. الشخص اللي بيعاني من زيروستوميا، في بعض المقترحات او النصائح اللي ممكن نوعا ما من خلالها نتغلب على هاي الكونديشنز، من ضمنها frequent sips of water or another sugarless beverage، يعني تناول شربات من الماء او دفعات من الماء بشكل متكرر، او حتى اللي هو اي مشروب خالي من السكر، مضغ لبان او قم خالي من السكر ممكن يساعد على زيادة او تحفيز افراز اللعاب. يعني الشخص ممكن يعمل هو suckling in ice cube، يعني يقوم باللي هو مص اللي هو مكعبات من ثلج، او حتى بعض اللي هو العصائر غير المحلاة اللي هو بتكون برضو frozen، بحيث انه يقلل من الديسكومفورت اللي بيكون تهيج الفم. يحاول قدر المستطاع انه يبتعد عن العصائر الحامضية او من السيترس فاميلي زي عصائر البرتقال او الليمون وخلافه اللي ممكن تعمل تهيج في الفم. يبتعد قدر المستطاع عن السبايس او السولتي فودز، الاطعمة الحراقة او المملحة. الابتعاد قدر المستطاع عن الأطعمة الجافة زي اللي هو التوست شيبس اند كراكرز. يبتعد او يتجنب الكافيين الكحول سموكينز، ممكن برضو هي تساعد في زيادة جفاف الفم. يقوم باستهلاك الأطعمة اللي بتحتوي على كمية عالية من السوائل زي اللي هو الشربات الجريفز اليوغورت البيوريد فروت او اللي هو الفواكه المهروسة على سبيل المثال. ممكن نستخدم بعض يعني بدائل للصلايفة او بدائل اللعاب such as gel, spray, tablets، هذه برضو ممكن تساهم في ترطيب الفم بالاخص قبل تناول وجبة او عند النوم. المضمضة قدر المستطاع بكميات قليلة من اللي هو vegetable oil، يعني الزيوت الخضار او حتى المارجرين، بحيث انه تساعد على ترطيب الفم ووقايته من الجفاف. ممكن يستخدم اللي هو الهيوميديفاير، بعض اللي هو الأجهزة اللي بيزيد من الرطوبة داخل البيت وخصوصا بالليل. الاهتمام بنظافة الفم brushing and flossing twice daily at least، يعني فرشية الأسنان والقيام باللي هو تنظيف الأسنان بالخيط قدر المستطاع، لكن على الأقل مرتين يوميا. يفضل أنه يقوم بغسل الأسنان مباشرة بعد تناول كل وجبة. بده يبتعد عن المضمضة اللي بتحتوي على الكحول، لأنه برضه هذه ممكن تعمل جفاف الفم وأيضا تهيج في الفم. إذا كان جفاف الفم بيكون ناتج من تناول دواء، ممكن يحاول يتشاور مع الطبيب بحيث أنه يبحث له عن بدائل أو تغيير هذا الدواء قدر المستطاع. Another condition affecting the mouth and esophagus is called dysphagia. Dysphagia أو هو بنسميه عسر الابتلاع. طبعا هاي العملية بتكون متضمنة لعملية الابتلاع، وبتنقسم طبعا السوالوينج بينقسم إلى جزئين أو طورين. في عندنا الأوروفارينجيال فيز اللي هو متعلق بالماوث أند فارينكس. طبعا الماوث بما يحتويه من اللسان او عضلات اللسان بتقوم بمضغ الطعام تحريك الطعام، ومن ثم عملية دفعه ككتلة
عن طريق الفارينكس أو الحنجرة إلى الأسوفيجاس أو المريء. طبعا ممكن يعني في الأوروفارينجيال فيز هان بيكون عندي يعني منع لدخول الطعام للتريكي أو القصبة الهوائية. بالمقابل في عندنا الإسوفيجيال فيز اللي هو من هان بتبدأ الحركة البريستالسيس أو حركة الدودية. بعد دخول الطعام إلى الإسوفيجس أو المريء بيصير في عندي البريستالسيس فورس اللي هي بتعمل عملية هو دفع لكتلة الطعام هذه عبر الإسوفيجس أو المريء، ومن ثم بيوصل عندي اللي هو اللور إسوفيجيال سفنكترز بيقوم بعملية الارتخاء، ومن ثم بيتيح لكتلة الطعام هذه إنها تدخل إلى داخل المعدة. وبالتالي حسب الفيزز اوف swallowing في عندي يمكن تصنيف الديسفيجيا الى two categories. في عندنا الاوروفارينجيال ديسفيجيا and esophageal ديسفيجيا. الاوروفارينجيال ديسفيجيا في عندي هان اعاقه او منع لانتقال الطعام من الفم والفارنكس او الحنجره الى الاسوفيجس. في الغالب هذه بتكون عباره عن neuromuscular disorders او خلل في اللي هو التوصيل العصبي من الدماغ لعضلات الفم او عضلات الابتلاع. الاسوفيجيال ديسفاجيا بيكون في عندي اللي هو مشكله او خلل في عمليه مرور الطعام عبر الاسوفيجس الى المعده، وهي في الغالب ممكن تكون ناتجه من obstruction في الاسوفيجس، يعني في عندي انسداد في المريء such as cancer ورم سرطاني، او حتى خلل في البريستالسيس او خلل اللي هو في الموتيليتي في حركه المريء. من ضمن الـ causes of dysphagia بالأخص الـ oropharyngeal dysphagia في عندنا اللي هو الـ neuromuscular disorders الأمراض العصبية such as Alzheimer's, amyotrophic lateral sclerosis. في عندنا إصابة في الدماغ، انشلل الدماغي، multiple sclerosis, muscular dystrophy, myasthenia gravis, Parkinson's, poliomyelitis and stroke. كل هاي عبارة عن خلل في اللي هو التوصيل العصبي ما بين الدماغ وعضلات اللي بتقوم بعملية الابتلاع. بالمقابل في الاسوفيجيال ديسفيجيا ممكن يكون اسوفيجيال كانسر، اسوفيجيال سبازم او اكسترنال كومبريشن، يعني ضغط خارجي بيكون جاي من تيومر، ورم بيكون في الغده الدرقيه، وبالتالي تضخم الغده الدرقيه ممكن يضغط على اللي هو المريء. الاكيوريجيا اللي هي عباره عن بصير في عندي اللي هو عدم ارتخاء في اللور اسوفيجيال سفنكتر الصمام السفلي للمريء، وبالتالي بيبقى الطعام فقط موجود داخل الأسوفيجس ولا يسمح بدخوله إلى داخل الأمعاء. إيش هي ممكن تكون الكومبليكيشن الناتجة من الديسفيجيا؟ طبعا مدام المريض ما فيش عنده إمكانية أو صعوبة في عملية الابتلاع أكيد هيصير في عنده المالي نوتريشن، وبالتالي هيصير في عنده الويت لوس أو اللي هو فقدان الوزن. ممكن يصاب بالديهايدريشن، ممكن بعض الأحيان يكون في عنده الأسبيريشن. الأسبيريشن هي عبارة عن عملية دخول الطعام او الشراب الى داخل القصبه الهوائيه، وبالتالي الى داخل الرئتين. لو صار في عندي خلل في البروسيس اوف سوالوينج، وبالتالي ممكن ينشا عنها عمليه اسبيريشن. كيف ممكن احنا نعمل تدخل تغذوي في حالات الديسفيجيا؟ طبعا اكيد حنلجا للفيزيكالي موديفايد دايت. فيزيكالي موديفايد دايت زي ما هنشوف الان. ممكن نعمل دايتري بلاننج اللي هي بتتطلب يكون في عندي فريكوينت ري اسسمنت، تقييم متكرر لحالة المريض، أو ممكن ندخل في لو الناشونال ديسفيجيا دايت زي ما هنشوف الآن. الناشونال ديسفيجيا دايت هو عبارة عن دايت بينقسم إلى ليفلز حسب اللي هو ديسفيجيا ميكانيكالي أوت دايت أو فيزيكالي أوت دايت. الطعام هنا يفترض يكون بيض أو مشت، يعني دوس أو صفى بشكل خالي من جانس ببعضه. الدايت هذا يفترض انه يكون لا بيعانوا في ديسفيجيا، وبالتالي بيكون في عندهم اللي هو قدرتهم على عملية المضغ. من ضمن الأطعمة اللي يفترض تجنبها في الوان هو السيريز، الحبوب، الشوفان، الأرز، الفروت يوغورت، تشيز اللي هو الأجبان، هذه كلها الأساسية. ديفينيكالي طبعا الطعام اللي يفترض انه يكون طعام مرطب soft textured، اي التكستشر تبعه او القوام يصبح لين وبسهوله يتم تشكيله على شكل كتله وعلى شكل بولص او بلعه غذائيه. هذا بيكون مايل، لكن يفترض انه يكون في عندهم قدره على عمليه البيض لان الطعام بيحتاج مطعم اللي يفترض تجنبها زي ما حكينا اللي هو الاطعمه الجافه الخشنه.
الخبز، الحبوب، المكسرات، السيميثاجز، كاودرز أو شاودرز، ساندويتشز، بيتزا، كل الأطعمة اللي بتتطلب مضغ نوعا ما جافة ممنوع تدخل في ليفل 2 from the stage of mechanical arts of the diet. ليفل 9 يجي أدفع تكون على قطع صغيرة بحيث أنه هو تكون جاهزة للابتلاع. طبعا الفود with mixed textures are included. طبعا بيكون عندنا أكثر من تكسر أو أكثر من قوام. الطعام هذا بيكون للمرضى اللي بيعانوا فقط من صعوبة يعني بسيطة جدا في عملية الابتلاع، وبيكون عندهم قدرة جيدة على الموضوع. إذا الآن الأطعمة اللي يفترض إنه يتجنبها زي ما حكينا برضو الأطعمة الخشنة أو الجافة، الخبز، المكسرات، البذور، الفواكه المجففة، هذه كلها يفترض تجنبها في مثل هذا الليفل من الريشنال ديسفيجر دايت. بالنسبة لما يتعلق بالسوائل، طبعا ممكن السوائل تكون هان عندي يا إما فن such as watery، سوائل زي الماء اللي ممكن تحتوي على مثلا حليب، قهوة، الشاي، نكتر لايك اللي بتكون السوائل عندي هنا القوام تبعها more thick، أتقل شوية في القوام، اللي هي مثلا الباتر ميلك أو حتى توميتو جوس اللي هي بتكون منزوعة اللب على سبيل المثال. ممكن المريض هنا يتم اللي هو شربها بواسطة السترو أو بواسطة اللي هو الشفاطة أو الشليمونة. الهاني لايك الفلويد هاي بيتم تناولها عن طريق ملعقة، لأنه بتكون more thick أو thicker such as honey, tomato sauce or yogurt. السبون thick طبعا هذه لابد أن يتم تناولها بواسطة الملعقة زي اللي هو إيش البودينج، الكريم كراميل، الأبل صوص، الجيلو أو الجيلي بشكل عام. هذه هي عبارة عن الليكويد كونسستنسز اللي هو القوام تبع السوائل، يعني بتكون very very thin زي الماء والعصائر اللي هو المصفاة والخفيفة، يعني بتكون نكتر لايك بتكون أتقل شوية اللي بيتم شربها بيه اللي هو السترو، بتكون هاني لايك بيتم اللي هو تناولها بالملعقة لكن مش زي كتلة بتكون برضو سائلة، أو حتى سبون ثيك اللي بتحتفظ على قوامها عند تناولها بالملعقة زي ما حكينا البودينج أند جيلو. بشكل عام الناشونال ديسفيجا دايت في عندي خصائص للطعام أو تحضير الطعام. يفترض الفود تكستشر أند كونسستنسيز يتم اختياره بحيث أنه يكون أسهل على المريض اللي هو الابتلاع، يعني بغض النظر عن الحالة الموجودة عندي طريقة تحضير الطعام أو بتكون عبارة عن الطريقة المثلى بحيث أنه يتم اختيارها لتسهيل عملية الابتلاع. وبالتالي أطعم الصلاة ممكن يتم له اختيارها أو تحضيرها بشكل بيوريد أو ماشت جراوند أو مينس حسب اللي هو الحالة اللي موجودة عندي. بعض النصائح اللي من خلالها ممكن إحنا نزيد من الأكسبتنس اللي هو قبول المريض للميكانيكال ألتر دايت، بمعنى على سبيل المثال ممكن احنا نحاول تمبروف ابيتايت، نحسن من الشهيه، يعني نوعا ما نزيد من عمليه اللي هو الاكسبتنس او الكرييشن وين بريبيرنج اند سيرفنج ميلز على سبيل المثال. نحاول اللي هو نحفز من شهيه المريض عن طريق اللي هو تحضير الاطعمه المفضله عند هذا المريض بالروائح الشهيه للمريض. عشان هيك افترض انه احنا في النيوتريشن اسسمنت ان نكون عارف ايه هو ايش الاطعمه اللي بيفضلها الفود بريفرنسز تبعت المريض. ممكن اللي هو نحضر الطعام بأطباق نوعا ما اللي هو جذابة ممكن تحسن من المنظر البصري لهذا الطعام. ناخذ بعين الاعتبار الألوان المختلفة، الأشكال المختلفة في اللي هو تحضير وتنسيق الطعام. ممكن احنا نعمل على أساس انه نوعا من اللي هو تحضير الطعام على شكل layers أو layering بحيث انه يكون الطعام نوعا ما بيعطي هيك شكل محبب لدى المريض. على سبيل المثال ممكن يتم تشكيل الأطعمة المهروسة او المفرومة بحيث انه تشبه الأطعمة التقليدية على سبيل المثال، بحيث انه يقدر ياكلها بيه اللي هو الملعقة او حسب اللي هو ايش المفضل عند المريض من أطعمة او حتى اشكال. يعني كل المجهود
ممكن يبذل بحيث انه نزيد من قابليه الطعام هذا اللي هو مستمع كان انه ميكانيكالي altered، نزيد من قابليته عند المريض. بعض استراتيجيات الفيدنج او الطعام اللي هي بتكون بديله للنيوتريشنال ديسفيجيا دايت، من ضمنها عشان نساعد نوعا ما من تناول الطعام، تشينج هيد اند نيك بوزيشن وايل ايتينج اند درينكينج، في بعض الاحيان هو تغيير وضعيه الراس او الرقبه ممكن تساعد في عمليه الابتلاع. طبعا بعض اخصائي النطق والفيزيكال ثيرابيست ممكن يعملوا بعض التمارين اللي تساعد على تقويه الفم، الحنجره، او حتى تقويه الفك، بحيث انه يكون في عندي عمليه ابتلاع تكون اقوى او اكثر فعاليه. Another condition affecting the mouth and esophagus is called gastroesophageal reflux disease، أو اختصارا GERD، أو نحكي عنه اللي هو ارتجاع المريء أو ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء. هو عبارة عن frequent reflux أو backward flow، يعني ارتجاع المريء الحمض من داخل المعدة إلى المريء، أو اللي هو reflux of the stomach's acidic content into the esophagus. طبعا في الغالب بيتم الشعور او السيمتومز الاعراض بتكون على شكل هارت بيرن، او اللي هو حموضه في الصدر او في الابر بارت اوف ذا ستومك، او اللي هو اللور بارت اوف ذا اسوفجس، او بنسميه احنا اسيديك اندايجستشن. الاسباب العامه للجاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز هو عباره عن ضعف ما يسمى اللور اسوفيجيال سفنكتر ماسل، ضعف العضله العاصره او الصمام، العضلة المكونة للصمام السفلي للمريء، وبالتالي بيصير في عندي نوع من الارتخاء، عودة اللي هو محتويات المعدة الحمضية إلى داخل المريء. من العوامل اللي ممكن تؤدي إلى الهارت بيرن أو جيرد الهاي ستومك بريشر، اللي هو زيادة الضغط داخل المعدة، سواء كان تناول أطعمة أو وجبات دسمة دهنية بكمية كبيرة، أو اللي هو شرب مشروبات غازية وخلافه، أو بيكون في عندي inadequate acid clearance of the esophagus، يعني عدم كفاية اللي هو إزالة الحمض من داخل المريء، أو اللي هو من الجزء السفلي داخل من داخل المريء. الأسباب برضو الأخرى المؤدي إلى الهارتبير، بعض الفئات بيكون في عندها معدل الإصابة بالهارتبير أعلى. الفئات هاي من ضمنها الأوبيزيتي، pregnancy and hiatal hernia. طبعا في الاوبيزيتي والبريجنانسي هنا في عندنا بريشر، او بيكون في عندي زياده الضغط على المعده، في عندنا ما يسمى اللي هو الهيتال هيرنيا، او الفتق في الحجاب الحاجز. الان طبعا هذا في الوضع الطبيعي زي ما احنا شايفين، اللي هو the stomach normally lies below the diaphragm، المعده بشكل طبيعي بنلاقيها موجوده اسفل الحجاب الحاجز. طبعا الاسوفجس هان بيمر عبر الحجاب الحاجز، او بنسميه اللي هو الاسوفيجيال هياتس، واللور اسوفيجيال سفنكتر بنلاقيه اللي هو هنا بيمنع ارتجاع الحمض من داخل المعده الا ما عدا في الوضع الطبيعي. في الاسيد ريفلوكس بنلاحظ هان عندي كل ما كان عندي البريشر داخل الاستومك اعلى من البريشر في الاسوفجس، ممكن هذا بيكون ناتج من الاوفر ايتينج او الاوفر درينكينج، او في عند اللي هو الضغط على المعده، هذا بيؤدي الى زي ما بنحكي اللي هو gastroesophageal reflux، او ارتجاع الحمض من المعده الى داخل المريء. في الهياتال هيرنيا زي ما احنا شايفين هان بيكون في عندي نوعا ما فتق في الديافرام او الحجاب الحاجز، وبالتالي يؤدي نوعا ما الى يعني جزء من المعده مصحوبا بجزء من المريء هان بيكون موجود اعلى من الحجاب الحاجز، وبالتالي عضله الحجاب الحاجز بتضغط على هذا الجزء من المعده، مما يؤدي الى رجوع محتوياته الى داخل المريء. هذا بنسميه اللي هو الهياتال هيرنيا، فتق في الحجاب الحاجز بتعبر منه اللي هو الجزء من المعده، وبالتالي بيصير في عندي عصر او تضييق على هذا الجزء من المعده بواسطه الديافرام، مما يؤدي الى رجوع المكونات الى داخل المريء. هذه من اسباب الجاستروسوفيجيال ريفلكس ديزيز، زي ما حكينا احنا زياده البريشر داخل المعده اعلى من اللي هو المريء. طب البريشر هذا ليش بيكون زايد؟ يا اما بيكون هايتل هيريا، بيكون بريجننسي، اوبيزيتي، او حتى الاوفر ايتينج او اوفر
drinking، أو في بعض الأحيان بيكون في عندي ضعف في الصمام السفلي أو بسميه lower esophageal sphincter. بعض الحالات أو المواد اللي ممكن تكون مسببة في الجاسترو اسوفيجيو ريفلكس، هي عندي conditions or substances اللي هي ممكن تزيد من البريشر داخل المعدة، على سبيل المثال هو الاسايتس، تراكم السوائل داخل البطن، bending over، يعني الشخص اللي هو خلينا نسميه اللي هو بيطمن لتحت، اللي هو عبارة زي الركوع على سبيل المثال بنسميه bending over، carbonated beverages المشروبات الغازية، تأخر تعدد تفريغ المعدة إلى الأمعاء، تناول كميات كبيرة من الطعام، حمل objects أو أشياء ثقيلة، تمدد أو lying down after eating، يعني الشخص بعد ما يتناول يعني بينام على سبيل المثال على ظهره وبالتالي بيرجع الطعام من المعدة إلى المريء، السمنة، الحمل، لبس ملابس اللي هو ضيقة حول الخصر، أو اللي هو لبس اللي هو المشد على سبيل المثال، أو البلت الحزام اللي بيكون ضيق حول الخصر أو المعدة، هذه كلها تؤدي إلى زيادة البروشر داخل المعدة أعلى من الضغط داخل الأسفجس أو المريء. بالمقابل في عنا بعض المركبات أو الحالات اللي ممكن تضعف من lower esophageal sphincter وبالتالي يصير في عندي ارتجاع، شرب الكحول، بعض الأدوية من ضمن اللي هو anticholinergic و antihistamine، المشروبات بتحتوي على الكافيين، أدوية بنسميها calcium channel blockers تستخدم في علاج أمراض القلب، الشوكولات، التدخين، الدايزبام من الأدوية المهدئة أو المنومة، الاستروجين والبروجسترون، الأطعمة الدهنية وخاصة لو كانت بكميات كبيرة في المساء، شرب النعناع على سبيل المثال، الثيوفيلين من الأدوية المستخدمة في علاج الأزمة، أو حتى بعض الأدوية من مضادات الاكتئاب بنسميها ترايسايكليك أنتي ديبريسنت، هاي بتساعد على ارتخاء الصمام السفلي في المريء وبالتالي ممكن يصير في عندنا جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز. في عندنا الكونسيكونسز أو الكومبليكيشنز مضاعفات الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز بتكون، يعني بنحكي عن الكرونيك جرد، ممكن يصير في عند الشخص ريفلكس اسوفيجايتس اسوفاجايتس، التهاب في المريء، تقرحات في المريء، ديسفيجيا اللي هو صعوبة في عملية الابتلاء، ممكن يصير في عندنا اسبيريشن ارتجاع الحمض هذا الى داخل الجهاز التنفسي وبالتالي بولمونري ديزيز، ممكن يصير عند المريض باريتس اسوفيجوس، هو عبارة عن حالة بيتم فيها استبدال النسيج الطلائعي او خلايا المريء بخلايا تشبه خلايا تبعت المعدة عشان تزيد من ريزيستنس أو مقاومتها للحمض، طبعا هذا يعتبر مقدم للأسوفيجيال كانسر. في بعض الأحيان ممكن يصير في عند الشخص اللي هو ضرر في الفم ومكوناته من النسيج الطلائي، الأسنان أو حتى اللسان أو حتى الفارينكس، في بعض الأحيان ممكن يوصل اللي هو الحمض إلى داخل الفم وإحنا بنحكي بشكل مزمن، ممكن يؤدي إلى تآكل في الأسنان والتهابات أو تقرحات في الفم. من ضمن أساليب العلاج لعلاج جاسترو اسوفيجيال ريفلوكس ديزيز هي عبارة عن تريتمنت أو علاجات للأعراض بحيث أنه تخفف من الأعراض وبالتالي تسرع من عملية الشفاء أو تهيج أو التهاب المريء. ممكن نستخدم بعض الأدوية المثبطة لحمض المعدة such as proton pump inhibitors، هذه مجموعات دوائية، أو H2 receptor blockers. من ضمن البروتون بامب انهبيتورز في عندنا دراج مشهور بنسميه الاوميبرازول، من ضمن الهستامين 2 ريسبتور بلوكرز في عندنا الفاموتيدين او الرانيتيدين، هذا من ضمن الادويه المشهوره في تثبيط حمض المعده. في عندي لايف ستايل تشينجز وهذا الاهم اللي هنشوفه الان، في عندنا بعض اللي هو الطرق الجراحيه للاشخاص الذين لم يستجيبوا للعلاج الدوائي او حتى لللايف ستايل تشينجز، بعض العمليات الجراحيه من ضمنها فاند ابلكيشن او اسوفيجيال دايليشن مش محط اللي هو الآن احنا نشرحها بالتفصيل. من ضمن لايف ستايل تشينجز اللي ممكن تعطي ثمارها في علاج جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز، افويد ايتينج ات بيد تايم، يعني تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، او حتى ممكن نحكي تجنب اللي هو النوم أو الاستلقاء على الظهر بعد اللي هو تناول الوجبات بشكل عام، طبعا على الأقل يفترض أنه
يكون الفاصل الزمني ما بين تناول الوجبة والاستلقاء أو اللي هو النوم على الأقل 3 ساعات. طبعا ممكن احنا نقلل من الارتجاع المريء وقت في المساء، لأنه دائما في المساء بيكون في عندنا ما يسمى nocturnal acid secretion، زيادة في إفراز الحمض في وقت المساء بشكل عام، عن طريق اللي هو رفع يعني رأس السرير على سبيل المثال، أو رفع اللي هو الترانك الصدر والرأس تقريبا 6 inches، يعني بما يعدل يعني خلينا نحكي اللي هو 15 سم تقريبا. ممكن نرفع اللي هو الرأس عن طريق وضع اللي هو وسادات، أو بعض اللي هو يعني في بعض اللي هو الأسرة في المستشفيات ممكن يكون يتم رفع الجزء العلوي من السرير، يعني بده يكون في عند الجزء العلوي من الجسم أعلى من اللي هو الجزء السفلي أو أعلى تقريبا ب 15 ل 20 سنتيمتر. ممكن إحنا يتم تناول فقط اللي هو كميات أو وجبات صغيرة، يتم شرب السوائل ما بين الوجبات بحيث انه المعدة نوعا ما ما بده يكون في عندي اللي هو ضغط كبير داخل المعدة، او بده يكون اللي هو تمدد لنسيج المعدة او فوق طاقة المعدة، لانه هذا ممكن يعمل ضغط على الصمام السفلي للمريء. نقلل من الأطعمة زي ما حكينا بتضعف اللور اسفنجال سفنكتر، او اللي هو بتزيد من حمض المعدة أو إفراز حمض المعدة، such as chocolate, fried and fatty foods، الأطعمة المقلية، الأطعمة الدهنية، النعناع، القهوة وخلافه. تجنب التدخين وشرب الكحول بشكل عام. تجنب إنه الشخص اللي هو زي ما حكينا bending over، يعني اللي هو يطمن لتحت، خاصة لما يكون المعدة عنده ممتلئة. تجنب اللي هو لبس الأطعمة، عفوا لبس الملابس الضيقة، أو حتى لبس اللي هو المشد على البطن، يعني ممكن يزيد اللي هو ميلو بروشر. لما يكون الشخص في عنده حالات من الإسفنجايتس أو التهاب المريء، بنحاول قدر المستطاع نتجنب الأطعمة والمشروبات اللي ممكن تعمل تهيج في المريء، زي اللي هو السيترس فروتس والجوسز اللي هو الحمضيات بشكل عام، الطماطم، الجارليك اند اونيونز، البيبرز، سبايسي فود، هذه كلها بدنا نحاول نتجنبها قدر المستطاع. طبعا نحاول نتجنب الفيري هوت اور فيري كولد فود، طبعا حسب اللي هو تحمل المريض نفسه. نبتعد عن استخدام مجموعه من الادويه بنسميها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، اللي هي المسكنات such as aspirin, naproxen, ibuprofen, diclofenac، اللي هي برضه ممكن تؤدي الى ضرر في الاسوفيجال الاسوفيجاس او الاسوفيجال ميوكوزا. طبعا تحمل الاشخاص او البريفرنسز خلال الجيرد بيختلف من شخص الى اخر، وبالتالي احنا بدنا النصائح هاي حسب اللي هو الفود بريفرنسز او الفود توليرنس تبع الشخص نفسه، لكن هاي بشكل عام اللي هو الجنرال مانجمنت اند لايف ستايل تشينجز ان جاسترو اسوفيجال ريفلوكس ديزيز. Another conditions affecting the gastrointestinal or upper gastrointestinal tract، هاي في عندي اللي هو بخصوص المعدة أو الستومك، في عندي حالة بسميها dyspepsia أو بسميها عسر الهضم، هي عبارة عن symptoms of pain or discomfort in the upper abdominal area، شعور بالألم أو عدم الراحة في اللي هو منطقة المعدة والجزء العلوي من البطن. أسباب عسر الهضم أسباب كثيرة جدا، ممكن يكون في عندي medical problems، مشاكل صحية such as الفود بورن إلنسز، اللي هو على سبيل المثال خلينا نحكي الأمراض المنقولة بالطعام، التسمم الغذائي، زي ما حكينا الارتجاع المريء، قرحة المعدة، مشاكل في حركة القناة الهضمية، مشاكل في المرارة، مشاكل في البنكرياس، أورام سرطانية، بعض الأمراض المزمنة such as diabetes mellitus، بعض الأدوية على سبيل المثال زي ما حكينا الأسبرين، الثايفلين، الديجيتاليس، هاي كلها ممكن تعمل dyspepsia. dietary supplement الحديد على سبيل المثال كمكمل غذائي ممكن يعمل برضه لو dyspepsia. potassium supplement، بعض الconditions ممكن يكون في عندنا lactose intolerance، بيكون في عندنا irritable bowel syndrome، ممكن تعمل أعراض تشبه بأعراض dyspepsia بشكل عام. طيب من ضمن potential food intolerance اللي ممكن تؤدي الى الديسبيبسيا، في هاي الحالة بدنا نحاول نوعا ما نعمل consumption of small frequent meals، ما اتناول اللي هو
الطعام اللي بيعمل انتولرانس بكميات كبيرة، يفترض أن يتم تجزئته على وجبات. بدنا نحاول قدر المستطاع نتجنب الفاتي أو هايلي سبايس فودز قدر المستطاع، يعني الطعام اللي يشتبه بأنه هو اللي بيحفز حالة ديسبيبسيا أو عسر الهضم بدنا نتجنبه قدر المستطاع. إذا لما يكون عند الشخص مسبب ديسبيبسيا هو فود انتوليرانسز، المسبب لهذا الانتوليرانس أو هاي الحالة بدي أتجنبه. إذا ما كانش معروف اللي هو نوع الطعام اللي ممكن يسبب هاي الديسبيبسيا، بدي أحاول أبتعد نوعا ما عن الأطعمة الدسمة أو الدهنية، الأطعمة اللي هو اللي بتحتوي على الهاي سبايس كونتنت، وبدنا نحاول قدر المستطاع نتناول وجبات صحية. يعني نوعا ما خلينا نحكي إنه اللايف ستايل تشينج الأساسي في الأبر جي أي ديس أوردرز هو عبارة عن سمول فريكونت ميلز. سمول فريكونت ميلز لما يكون الشخص بيعاني من الديسبيبسيا أو الألم هذا، بيكون مصدره بلوتينج أو الانتفاخ أو الغازات اللي موجودة في المعدة. طبعا بدنا نحاول نتجنب العادات أو الممارسات اللي ممكن تؤدي إلى ابتلاع الهواء، تمام؟ زي إيش؟ زي اللي هو جام تشوينج، مضغ العلكة، تدخين، تناول الطعام بسرعة، شرب المشروبات الغازية، أو حتى لو استخدام السترو أو لو شفاطة في شرب الماء أو شرب السوائل. هاي كلها ممكن تؤدي إلى ابتلاع الغازات، وبالتالي ممكن تؤدي إلى انتفاخ في المعدة. Another condition is called nausea and vomiting، حالات المعدة اللي هو الغثيان والتقيؤ. Nausea and vomiting طبعا ما بقصد هنا الكرونيك نوزيا فوميتنج، احنا ممكن نحكي عن اللي هو في حالة الأكيوت أو حالة الكرونيك. بالنسبة للكرونيك أو البرولونجد فوميتنج بالنسبة للتقيؤ، طبعا لما نحكي عن التقيؤ احنا بنحكي عن خروج محتويات المعدة عبر المريء. لما يكون هذا عندي بشكل مطول أو بشكل مزمن، ممكن يؤدي إلى اسفوجايتس، التهابات المريء، ممكن يؤدي إلى فلويد أند إلكترولايت امبالانس اللي هو اضطراب في السوائل أو حتى في الالكترولايت داخل الجسم. طبعا لما نحكي برضو التقيؤ او الغثيان بشكل مزمن، طبعا حيكون في عندها انخفاض ملحوظ في عملية الفود انتيك، وبالتالي ممكن يؤدي الى المال نيوتريشن او اللي هو نقص بعض النيوترينت من جسم الانسان. ممكن نحكي عن الفوميتنج بشكل عام، يا اما بيكون مصحوب بمغص او ابدومينال بين، هو بيكون عبارة عن انسداد، او حتى ممكن يكون في عندي خلل في القناة الهضمية. ممكن يكون برضو غير مصاحب بمغص او ابدومينال بين اللي هو بيكون غثيان او تقيؤ ناتج من استخدام بعض الادويه، ناتج من مثلا فيسيولوجيكال فينومينا such as pregnancy، دوار الحركه، او بعض الامراض العصبيه. اذا لما يكون في عندنا مغص، ممكن يكون خلل في القناه الهضميه such as ممكن يكون عندي اللي هو برد، او ممكن يكون في عندي فود بويزنينج، او حتى اوبستراكشن انسداد، لكن بدون اي الام في البطن. ممكن يكون كاثر جانبي من بعض الادويه او حتى الحمل او دوار الحركه. بالنسبه للحمل هو غثيان الصباح. كعلاج بالنسبه للغثيان والتقيؤ، اول شيء بدي اشوف انا المسبب اللي ادى الى هذه الحاله وعالجه، وبالتالي الاندرلاين كوز هو اللي بده الحل في الاساس، لانه النوزيا اند فوميتنج هو عبارة عن عرض وليس مرض بحد ذاته. طبعا نقطة مهمة جدا انه احنا بدنا نعمل عملية اللي هو بروبر هيدريشن، يعني اعادة السوائل في جسم الانسان يتم فقدها عن طريق التقيؤ. لو كان الاثر الجانبي او الغثيان والتقيؤ اثر جانبي لاستخدام بعض الادوية، يفترض انه نتناول هاي الادوية مع الطعام بحيث نقلل من النوزيا اند فوميتنج. ممكن نلجأ بعض الأحيان إلى أدوية بنسميها الأنتي إميتكس اللي هي الأدوية المضادة للتقيؤ. في بعض الأحيان لما يكون اللي هو الفوميتنج يعني ريزيستنس أو مش قادر أسيطر عليه، ممكن إحنا المريض يتطلب اللي هو البرينترال نيوتريشن سبورت أو بنسميها الانترافينوس نيوتريشن سبورت، ممكن في هاي الحالة تكون ضرورية عشان نحافظ على النيوتريشن ستيتس عند المريض بشكلها الطبيعي. التدخل التغذوي عندي هان او الدايتوري انترفينشن زي ما حكينا سمول فريكونت ميلز. طبعا السوائل بدها تكون هان عندي ما بين الوجبات الغذائيه. في بعض الاحيان ممكن انواع معينه من الطعام هي بتكون تساعد
على إيقاف الشعور بالغثيان والتقيؤ such as dry and starchy foods الأطعمة النشوية الجافة such as اللي هو الكراكرز يعني خلينا نحكي عن القصوات أو الكراكرز اللي بتكون مملحة جافة مع اللي هو بداية اليوم ممكن تكون برضو هان بتساعد في بعض الأحيان الأطعمة الباردة بدرجة حرارة الغرفة برضو ممكن تكون أكثر تحملا أو يتحملها الجسم من الأطعمة اللي هو الهوت أي أطعمة ممكن يعني نقول أنها قوية الرائحة strong smelling أو أطعمة دهنية أو أطعمة كثيرة اللي هو السبايس أو البهارات أو أطعمة ساخنة ممكن برضو هاي تكون من التريجرز أو المحفزات للبوميتنج وبالتالي الجسم ما بيقدرش يتحملها في هاي الحالات بشكل أساسي. Another conditions affecting the stomach is called gastritis اللي هي التهابات المعدة والتهاب بطانة المعدة inflammation of the gastric mucosa or stomach mucosa. الجاستريتس ممكن يصنف كأكيوت and chronic طبعا بالأكيوت أو الحالات الحادة يعني في عندي irritating substance أو irritating drug أو irritating treatment ممكن يعمل direct damage للجاستريك ميكوزا ضرر مباشر في بطانة المعدة في الكرونيك كيسز ممكن يكون في هنا عندي long term exposure to the irritating agent ممكن هنا يكون نتيجة العدوى المزمنة ببكتيريا المعدة بنسميها H. pylori أو الهيليكوباكتر بايلوري بعض الأحيان ممكن تكون autoimmune disease أمراض المناعة الذاتية أو حتى الأغلب اللي هو الاستخدام المزمن والمفطر للمفرط للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اللي احنا بنقول عنهم الاسبرين وجماعه المسكنات الاسبرين الايبوبروفين الديكلوفيناك وخلافه بعض الاسباب المحتمله للجاسترايتس في عندي من ضمن الكيميكال سبستانسز الكحول العلاج الكيميائي للسرطان بعض الادويه زي ما حكينا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري او حتى ابتلاع المواد الحارقة الكوروسيفز اللي هو البليتشنج ايجنت المواد المنظفة والأحماض والقواعد وخلافه من ضمن العدوى اللي ممكن تؤدي للجاسترايتس إذا كانت بكتيريا اللي هي زي الاتش بايلوري الهيليكوباكتر بايلوري في عندنا الكانديدا البيكنز من نوع من الفطريات في عندنا على سبيل المثال النيماتود انفكشن اللي هو بعض أنواع من الديدان في عندنا السيتوميجالو فيروس فيروس ممكن برضو يعمل جاسترايتس أو انفلاميشن أوف ذا جاستريك ميوكوزا بعض اللي هو الأسباب الداخلية في جسم الإنسان اللي هو البايل ريفلكس عودة أو رجوع العصارة الصفراوية من الديودينم الاثنى عشر داخل المعدة ستريس أو سيبسس الأوتوميون ديزيز ممكن برضو أسباب أخرى زي اللي هو ابتلاع أجسام غريبة تناول كميات عالية من السكر أو حتى راديشن ثيرابي العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان كلها تعتبر من مسببات الكاسترايتس أو الالتهابات بطانة المعدة. كمضاعفات للكاسترايتس ممكن يصير في عندي يعني خلل في إفراز حمض المعدة. هاي بنسميه هايبوكلورهيدريا أو أي كلورهيدريا. الهايبوكلورهيدريا اللي هو decrease of hydrochloric acid secretion. A كلوروهيدريا هو absence of hydrochloric acid secretion طبعا هذول التنتين الحالتين ممكن يصير في عندي خلل في امتصاص فيتامين بي 12 وامتصاص ايضا النون هيم ايرون زي ما حكينا احنا الايرون في عندي مصدرين الهيم ايرون هو المصدر الحيواني والنون هيم ايرون هو المصدر النباتي النون هيم ايرون بده اللي هو HCL secretion عشان يصير فيه الامتصاص وفيتامين بي 12 بيحتاج الـ HCL بيحتاج البيبسين وأيضا بيحتاج الـ intrinsic factor لعملية الامتصاص في الـ pernicious anemia في عندي انخفاض في الـ intrinsic factor وبالتالي بيصير في عندي macrocytic anemia اللي بتكون ناتجة من vitamin B12 deficiency في حالة إصابة الشخص بالجاسترايتس ممكن نعمل لبعض التدخلات التغذوية اللي هو من ضمنها تجنب الأطعمة المهيج الأطعمة والمشروبات اللي تعمل عملية irritation أنا في عندي أساسا inflammation وبالتالي أي طعام يؤدي إلى تهيج جدار المعدة بدي أتجنبه وكمكملات غذائية يفترض أن يتناول اللي هو الأيرون أند فيتامين بي 12 بحيث أنه نوعا ما حتى طبعا في الكرونيك gastritis
التهاب المعدة المزمن، ممكن يكون في عندي نوعا ما صار deficiency في الحديد وفيتامين B12، وبالتالي ممكن ألجأ لعملية supplementation. Another condition affecting the stomach is called peptic ulcer disease أو قرحة المعدة. طبعا قرحة المعدة هان صار في عندي اللي هو يعني تآكل في الطبق الفطية، تآكل في جدار المعدة، وبالتالي صار في عندي open sore، قرحة مفتوحة داخل اللي هو الجي اي ميوكوزا. أهم الأسباب للبيبتيك ألسر عند الاتش بايلوري انفكشن أو العدوى بالهليكوبابتر بايلوري، 60% تقريبا من الجاستريك ألسر سبب الاتش بايلوري، من 70 ل 90% من اللي هو ديودينال ألسر قرحة الاثنى عشر بيكون سبب الاتش بايلوري. طبعا الاتش بايلوري هان في لها علاج بالمضاد الحيوي بنسميه تريبل ثيرابي، العلاج الثلاثي لمدة 14 يوم إن شاء الله كفيل بالقضاء على الـ H. pylori infection. أسباب أخرى هو الاستخدام المزمن والمفرط للـ non-steroidal anti-inflammatory، الأدوية المسكنة such as aspirin, ibuprofen and diclofenac. هاي الأدوية مش لأنها حامضية بتعمل تقرحات في المعدة، لا، هاي الأدوية من ضمن آلية العمل تبعها بصير في عنا تثبيط للمواد اللي بنسميها البروستاجلاندينز اللي بتزيد من افراز الميوكوس، الطبقه الحاميه المخاطيه لجدار المعده، وايضا يعني بتثبط افراز الميوكوس، وبالتالي بصير في عندي تاكل في هذه الطبقه، وبالاضافه الى النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري بتعمل زياده في افراز الاتش سي ال. طبعا بشكل عام المعده في عندي توازن ما بين حمض المعده وبين اللي هو الطبقه المخاطيه اللي بتقي جدار المعده من هذا الحمض. في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري بيصير العكس، بيزيد ال اتش سي ال وبتقل اللي هو الميوكوزا الميوكوس ممبرين او الميوكوس سكريشن بيقل، وبالتالي بيصير في عنا قرحة في المعدة. طبعا من ضمن الاسباب الاخرى لحدوث البيبتيك ألسر اني ستريس ممكن يؤدي الى زيادة ال اتش سي ال، وبالتالي سايكولوجيكال ستريس ممكن يزيد الريسك، سموكينج برضه بيزيد ال اتش سي ال ممكن يزيد من ريسك اوف بيبتيك ألسر ديزيز. طبعا السايكولوجيكال ستريس ممكن يعني يعتبر contribution to the risk عن طريق اللي هو يعني حدوث تغيرات هرمونية أو تغيرات سلوكية عند الشخص، وبالتالي يصير في عندي نوعا ما زيادة في إفراز الـ HCL، انخفاض في الـ mucus secretion، وبالتالي هذا يؤدي خلل في الاتزان وحدوث القرحة. أعراض البيبتيك ألسر نوعا ما بتختلف حسب اللي هو الدرجة، ما بين انها تكون asymptomatic ما فيش فيها اعراض، ممكن نوعا ما يكون mild discomfort الشخص يشعر به اللي هو يعني عدم ارتياح، الم خفيف في المعدة، ممكن يصير في عند الشخص اللي هو الالم مع الجوع، او حتى اللي هو شعور بالحرقة في المعدة، او بخلينا نحكي شعور بلوية هيك في اللي هو الـ upper part of the stomach. طبعا مهم جدا هان انه في بعض الاحيان بيكون في عندي الالم مصاحب للجوع، الألم بيشعر فيه على معدة فاضية. طبعا الألم هاد مش مستمر، يعني بيختفي ومن ثم بيرجع بعد مرة بعد اللي هو few weeks or month. يعني القرحة هاي ممكن يعني بيصير في عندنا نوعا ما remission شفاء، بيصير في عندي healing، لكن بترجع كمان مرة العودة للظهور بعد اللي هو أسابيع أو month حسب الحالة اللي عند الشخص. إيش مضاعفات البيبتيك ألسر إذا لم تعالج أو لم نزل المسبب؟ ممكن تؤدي إلى نزيف في القناة الهضمية، ممكن تؤدي إلى ثقوب في اللي هو الستومك أو الديودينوم، يعني يصير في عنده ثقب أو فتحة في المعدة أو الأمعاء، ممكن يصير في عندي اللي هو الألسر هاي تمتد من المعدة والأمعاء إلى adjacent organs أو اللي هو الأعضاء القريبة للمعدة، ممكن يصير في عند الشخص اللي هو gastric obstruction اللي نسميه احنا انسداد في المعدة. طبعا كتريتمنت او علاج للبيبتيك ألسر في عند دراج ثيرابي بشكل اساسي، الهدف منه في علاج الألسر هو عبارة عن الاهداف العلاج او الادوية بتستخدم في البيبتيك ألسر او الجاستريك ألسر، ايش الهدف منها؟ انه احنا نخفف من الالم، نسرع من عملية الشفاء، ونمنع الانتكاسة او عودة الألسر او القرحة كمان مرة.
كتير عندي مجموعات من الأدوية بتستخدم في treatment of peptic ulcer، لكن من أهم المجموعات الدوائية أول شغلة بدي أتوقف عن النون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري، وهي المجموعة اللي هو الأسبرين وجماعته. إذا كان المسبب هو الإتش بايلوري البكتيريا، لازم أنا أخذ العلاج الثلاثي زي ما حكينا، أو كبديل العلاج الرباعي من مضادات حيوية. ممكن برضو نستخدم هان اللي هو الأدوية اللي بتقلل من إفراز الـ HCL زي ما حكينا، البروتين بام انهيبيتورز الأوميبرازول والمجموعة تبعته، الـ H2 ريسبتور أنتاجونست الرانيتيدين والمجموعة تبعته، أو حتى ممكن نستخدم الأنتي أسيد اللي هي مضادات الحموضة such as الريني كحبوب تنمضغ، أو المالوكس أو الجافيسكون. هي تعتبر من الأدوية اللي بتستخدم كمعادل لحموضة المعدة. اللي بيهمني هان اللي هو العناية التغذوية أو النيوتريشن انترفينشن فور بوبتيك ألسر بيشنت. الهدف من النيوتريشن كير هان إنه إحنا نحاول قدر المستطاع إنه نصحح من النقص العناصر الغذائية أو نيوتريشن ديفيشنسي اللي ممكن يصير عند المريض، ونحاول قدر المستطاع إنه نشجع من لايف ستايل تشينجز او دايتري تشينجز او دايتري براكتسز اللي تقلل من الاعراض وتساهم في الشفاء من البيبتيك ألسر. ما فيش في عندي دليل علمي بيحكي انه اي يعني انه الدايتري ادجستمنت اللي ممكن احنا نتبعها ممكن تسرع من معدل الشفاء تبع القرحه، او انها تمنع حدوث القرحة مرة أخرى. لكن ليش أنا بتدخل تغذويا ها؟ بتدخل تغذويا عشان قدر المستطاع أنه أنا أقلل من الشعور بالأعراض المصاحبة للقرحة المعدية. من ضمن النيوتريشن كير انترفينشن للبيبتيك ألسر، المريض يفترض أنه يتجنب العناصر الغذائية اللي ممكن تزيد من إفراز الحمض أو تعمل تهيج لبطانة المعدة، الكحول، شرب القهوة، المشروبات الغازية بتحتوي على الكافيين، الشوكولات، البيبر، هذه كلها ممكن تعتبر من مهيجات بطانة المعدة، وبالتالي بنحاول قدر المستطاع تجنبها. بخصوص الفلفل هان طبعا بيختلف تحمله من مريض إلى آخر. طبعا نفس الفكرة هان عندي small meals أو small frequent meals، هذه بنلاقيها أفضل عند المرضى اللي بيعانوا من قرحة من اللي هو وجبة أو وجبتين كبار بالمطلق. طبعا المرضى يفترض انهم يتجنبوا تناول الطعام على الاقل ساعتين قبل الخلود للنوم. هيك طبعا مع كل الابور جي اي يفترض انه ساعتين لثلاث ساعات قبل الخلود للنوم ما يتناولش هو الطعام المطلق. حالة اخرى من حالات القناة الهضمية بسميها الجاستريكتومي استئصال المعدة، ممكن يكون partial or total gastrectomy. partial gastrectomy جزئي، only part of the stomach is removed، جزء من المعدة بيتم استئصاله. طبعا الجزء المتبقي بيتم وصله مع اللي هو duodenum or jejunum، مع اللي هو الاثنى عشر أمعاء دقيقة والjejunum. في total gastrectomy الاستئصال الكلي، المعدة كلها بيتم استئصالها، وبالتالي بيتم وصل الاسوفيجس مباشرة مع السمول انتستين. زي ما احنا شايفين هان partial gastrectomy، في عندي هنا gastrojejunostomy وهنا gastroduodenostomy، بيتم وصل مباشرة المعدة بالجيجنوم وهنا المبعدة بالجوجنوم. طبعا هنا مباشرة استئصال جزء من المعدة والمتبقي بيتم وصله مع الأبعاد الدقيقة. توتال جاستريكتومي هان ما فيش في عندي المعدة بالمطلق، بالتالي بيتم وصل مين؟ وصل اللي هو الإسوفيجس مباشرة بالسمول انتستين. افتر جاستريكتومي في عندي نيوتريشن كير استراتيجيز، الهدف أساسي هان بيكون عندي مقابلة احتياج أو تأمين احتياجات المريض من العناصر التغذوية، سواء بعد إجراء العملية تشجيع أو تحفيز التئام نسيج المعدة، وأيضا لو على المدى الطويل بدنا نحاول نقلل من الديسكومفورت أو عدم الشعور بالراحة أو النيوترين ديفيشنسز اللي ممكن ينتج نتيجة اللي هو صغر حجم المعدة أو عدم قدرتها على
تحمل كميات أو استيعاب كميات كافية من الطعام، أو حتى يعني غيابها بالمطلق أو تغير وظيفة المعدة. إذا after gastrectomy في عندي two goals بشكل عام. في عندي immediate goal بعد إجراء العملية بدنا نحاول هو يعني نسرع من عملية الشفاء تبعت نسيج المعدة، وأيضا على المدى البعيد بدنا نحاول نوعا ما نصحح اللي هو nutrient deficiency اللي ممكن تصيب المريض نتيجة ضعف وظائف المعدة أو حتى اللي هو صغر حجمها وقدرتها الاستيعابية. after gastrectomy مباشرة الفيدنج بروجريشن يعني ما بيصير انه بعد اجراء عملية المعدة انه اطلب مباشرة الطعام بير اورال. اول شيء بنبدأ ب NPO او نيل بير اوس يعني لا شيء عن طريق الفم باستخدام اللي هو البرنترال نيوتريشن استخدام التغذية الوريدية، ومن ثم بيتم بالتدريج او بالتدرج ب البدء بالانترال فيدنج باللي هو المعدة استطعام المريض هو الووتر انتبروث جاست اورال فلويدز. بعدين بنبدأ باللي هو الليكويد ميدز الوجبات السهلة بدون سكر، ومن ثم بيبدأ اللي هو ادخال الاطعمة الصلبة يعني على الاكثر كل مرة بيدخل هو طعام واحد او اثنين من الاطعمة الصلبة اللي هو سهلة الهضم التي لا تتطلب مجهود عضلي قوي. في عندي ما يسمى البوست جاستريكتومي دايت، اول شغله منها على سبيل المثال من الفود كاتيجوريز في عندنا الميت اند ميت الترناتيفز، في عندنا اللي هو اللين اور تندر ميت فيش بولتري اور شيل فيش ايجز السموثيز اند بوترز، هذه فودز ار ريكومندد. طبعا الفودز تو ليميت طبعا بعد اجراء عمليه الجراحه في المعده، الاطعمه المقليه، الاطعمه اللحوم اللي هي بتحتاج الى مضغ او اللي هو نوعا ما خلينا نحكي الهارد ميت لانشون ميت درايد بيز البيكنز السوسج، هذه يفترض انه نتجنبها او نقللها الا اذا كان المريض عنده القدره انه يتناولها ما فيش في عنده اي مشاكل. ميلك اند ميلك برودكتس المسموح ميلك بلين يوغورتس مايلد تشيزز ميلك شيكس تشوكلت ميلك اند فروت يوغورتس، هذه قدر المستطاع بنقلل منها اللي بنسميها شوغري فود بريدز اند سيريالز. طبعا مسموح منها الخبز الكراكرز البيجز الباستا بريكفاست سيريالز ما فيش فيها اي مشاكل، لكن الممنوع او اللي نحاول نقلل منه اللي بتحتوي على كميات من الفايبر اكثر من 2 جرام بير سيرفينج، هذه نفترض نقلل منها قدر المستطاع. الفيجيتابلز تندر كوكت فيجيتابلز اللي بتكون نوعا ما سهلة الهضم بدون القشور الخارجية. الرو فيجيتابلز ما عدا الخس لأنه سهل الهضم، هذا يفترض أنه نقلل من قدر المستطاع. كاند فروتس وذاوت ادد شوغرز مسموحة. فروتس ان سيرب الرو فروتس اللي بتحتوي على ألياف عالية ما عدا طبعا اللي هو الموز والبطيخ هذه سهلة الهضم. الدرايد فروت هاي طبعا تعتبر اقل من قدر المستطاع. المشروبات المسموح منها الكافي ديكافينيتد تي المشروبات الغير محلاه، المشروبات طبعا اللي تحتوي على الكافيين او الكحول او المحلاه هي يفترض انها تقلل منها قدر المستطاع. طبعا هاي الوجبات اللي هي بنسميها بوست جاستريكتومي دايت طعام ما بعد اجراء عمليه المعده. After gastrectomy طبعا dietary measures determined by size of remaining stomach and stomach emptying rate. الإجراءات التغذوية هان اللي بيحددها قديش حجم المعدة المتبقي بعد الاستئصال ومعدل تفريغ المعدة أو محتويات المعدة إلى الأمعاء. طبعا تقريبا احنا بنلجأ إلى from 5 to 8 small meals per day من 5 إلى 8 وجبات صغيرة في اليوم. طبعا البروتين هنا بده يكون موجود في كل وجبة غذائية. الأطعمة المحلاة والسكريات نفترض انه نقلل منها او نتجنبها قدر المستطاع. ليش؟ انا ممكن تعمل ما يسمى الدامبينج سيندروم زي ما هنشوف الان. طبعا شرب السوائل يفترض هان اتجنبه او اقلل منه خلال الوجبة لانه حتاخذ حجم او حيز من المعدة اللي هي تعتبر اصلا صغيرة، وهذا حتساعد في الدامبينج سيندروم. ايش هو الدامبينج سيندروم؟ هو عبارة عن اعراض بتحدث نتيجة يعني تفريغ المعدة السريع او تفريغ محتويات المعدة السريع من المعدة الى الامعاء. طبعا
بشكل عام انه تحرك الطعام او محتويات المعده من المعده الى الامعاء بيتم التحكم فيه بصمام نسميه البايلوريك سفنكتر. طبعا بعض الانواع من الجاستريك سيرجري، عمليه تفريغ محتويات المعده الى الامعاء ما فيش فيها تحكم، وبالتالي هذا بيصير في عندي تفريغ للقايم اللي هو بيعتبر عالي التركيز من المعدة إلى الأمعاء بصورة سريعة جدا. هذا بيؤدي إلى الدامبنج سيندروم اللي هو بيكون فيه له أعراض سريعة مباشرة بتحدث وأعراض بنلاقيها متأخرة. الايرلي سيمبتومز تبعت الدامبنج سيندروم اللي هي بتحدث خلال 30 دقيقة بعد تناول الطعام، يصير في عند الشخص اللي هو abdominal cramps يعني مغص في البطن، انتفاخ، اسهال، احمرار في الوجه، زيادة في التعرق، يصير في عنده نوعا ما هيك زي دوار او dizziness، غثيان وتقيؤ، تسرع في ضربات القلب، يصير في عنده احياء، ضعف عام وشعور انه ايش بده يغمى عليه. بعد اللي هو من ساعة الى 3 ساعات من تناول الطعام ممكن يبدأ الليت سيمتومز او اللي هو الليت فيز تبع الدامبنج سيندروم، such as anxiety، توتر، تشوش ذهني، صداع، شعور بالجوع، خفقان في القلب، تعرق وضعف عام زي ما حكينا، شعور انه الشخص بده يفقد الوعي او يغمى عليه. الاعراض هاي بشكل عام اللي هي الـ early symptoms بيكون سببها انه انا صار في عندي تفريغ سريع لمحتويات المعدة من المعدة الى الامعاء، فهذا بيؤدي الى ايش؟ طبعا القايم اللي موجود في المعده قلنا هايبروزمولر، تركيزه عالي، وبالتالي هذا بيبدا انه يسحب سوائل من الدوره الدمويه لتجويف الانتستين او تجويف الامعاء، وبالتالي هنا بيصير في عندنا اللي هو اتفاخ في الامعاء، وممكن يصير في عندنا اللي هو انخفاض في حجم الدم. الاعراض المتاخره والليت سيمبتومز هذه بتكون نتيجه اللي هو امتصاص السريع للسكر من المعدة إلى الدم، وبالتالي صار في عندي ارتفاع في مستوى السكر، ارتفاع في مستويات إفراز الأنسولين، وبالتالي بيعمل هايبوغلايسيميا أو انخفاض في مستويات السكر. إذا الـ early phase أنا صار في عندي هايبر أوزمولر كايم انتقل من المعدة إلى الأمعاء، عشان أخفف التركيز رحت سحبت سوائل من الدم وحطيتها في تجويف الأمعاء، صار في عندي انخفاض في حجم الدم، وصار في عندي لو إيش انتفاخ في حجم الامعاء، صار في عند اسهال وخلافه. الليت فيز نتيجه اللي هو الان صار في عندي امتصاص سريع للجلوكوز، ارتفاع شديد في مستويات الانسولين، وادى الى ذلك الهايبوغلايسيميا او انخفاض السكر في الدم. بعض التغييرات اللي ممكن نعملها في النظام الغذائي عشان نقلل من اعراض الدامبنج سندروم، على سبيل المثال زي ما حكينا eat smaller meals، وجبات غذائية بتكون عندي أقل أو أصغر في الحجم اللي هي تناسب القدرة الاستيعابية للمعدة. بنحاول الشخص يتناول الطعام في relaxed settings، يعني بيتناول الطعام في وضع مريح، بيتناول الطعام بصورة بطيئة جدا، بينظم الطعام بشكل جيد، بده يقلل كمية السوائل اللي بياخدها ضمن الوجبة، يعني بده يتجنب اللي هو تناول المشروبات خلال 45 دقيقة قبل أو بعد الوجبة الغذائية، لكن بده برضه ياخد باله إنه يتناول كميات كافية من السوائل في اليوم خلال اليوم كله، مش ضروري مع الوجبات الغذائية، عشان يتجنب الجفاف. يبتعد قدر المستطاع عن العصائر أو المشروبات المحلاة أو الأطعمة اللي بتحتوي كميات كبيرة من السكر أو حتى المشروبات الغازية، لأن هي ممكن غازية لأنه هي ممكن تسبب أصلا اللي هو النفخة. يحاول قدر المستطاع يستخدم المحليات الصناعية عشان يعمل عملية تحلية للمشروبات أو حتى الحلويات. يتجنب الأطعمة اللي ممكن يعني تصنف إنها ساخنة أو حتى باردة للغاية، إلا إذا كان الشخص عنده قدرة إنه يتحملها. بده يعني يضمن الطعام تبعه لبعض الأطعمة اللي تحتوي على الألياف الغذائية، بالأخص السوليبل فايبرز اللي هو البكتين أو الجارجوم، لأن هي ممكن تحاول إنها تخفف من الأعراض عن طريق تنظيم امتصاص الجلوكوز أو السكر. يتجنب الحليب ومعظم منتجات الحليب اللي هي بتكون عالية باللاكتوز، لأنه هي ممكن برضو تساهم في لاكتوز انتوليرانس.
إذا الأعراض الهايبوغلايسيميا استمرت نوعا ما، الشخص هذا بده يضيف كميات من البروتين للطعام كل وجبة غذائية ويقلل من الجلوكوز. طبعا ممكن المريض يعني يستلقي بعد كل وجبة غذائية من 20 إلى 30 دقيقة، بحيث أنه يقلل من نزول الطعام من المعدة إلى الأمعاء بفعل الجرافيتي أو بفعل الجاذبية. بعض المشاكل التغذوية اللي ممكن تكون ناتجة أو تتبع استئصال المعدة بسميها food avoidance، تجنب الطعام، وبالتالي يؤدي ذلك إلى يعني فقدان حقيقي أو فعلي في الوزن، وممكن يؤدي في النهاية إلى malnutrition أو سوء التغذية. fat malabsorption يعني سوء في امتصاص الدهون. bone disease such as osteoporosis and osteomalacia and anemia، هاي كلها ممكن تعتبر من consequences أو complications، نتائج الجاستروكتومي أو استئصال المعدة. بالمقابل في عندنا البارياتريك سيرجري، إجراء جراحة في المعدة كعلاج أخير في حالات السمنة المستعصية. تعتبر the most effective and durable treatment for morbid obesity، أو اللي هو السمنة المرضية. مين الأشخاص المرشحين أنهم يدخلوا في البارياتريك سيرجري؟ طبعا البودي ماس اندكس أكثر من 40 أو بسميه الموربيد اوبيزيتي، البودي ماس اندكس من 35 ل 40، بيكون في عنده أيضا اللي هو ويت ريليتد بروبلمز، مشاكل ذات أس دايبيتس ميليتس أو كارديوفاسكولار ديزيز، لكن بشرط أنه المريض هنا يفترض أنه يكون يعني حاول في بعض النون سيرجيكال ويت لوس ميجرز، حاول أو قام بإجراء بعض الإجراءات اللي تساهم في فقدان الوزن غير الجراحية على سبيل المثال نظام غذائي أو الرياضة وخلافه ولم ينجح، ساعتها ممكن يدخل في البرياتريك سيرجري. البرياتريك بروسيجرز عندي أكثر من نوع على سبيل المثال، فقط للمعرفة في عندنا الجاستريك باي باس، بمعنى أنه سمول جاستريك باوش كونستركتد كونكتد دايركتلي تو ذا جوجينم، يعني في عندي جزء عندي من المعدة بيتم اللي هو قصه ووصل مباشرة باللي هو الجوجنم ووصله بالأمعاء الدقيق. gastric banding في عندي inflatable band، يعني في عندي شريط قابل للنفخ بيوضع حول الجزء العلوي من المعدة. في عندي sleeve gastrectomy large portion of the stomach is removed، يعني بيتم قص جزء كبير من المعدة، وبالتالي بضل في عندي narrow tube اللي هو أنبوب ضيق من المعدة، وممكن هاي نحولها لجاستريك باي باس. في عندي الجاستريك باندنج هذا يعتبر از ريفيرسيبل، يعني ممكن انا ازيل الباند او اعمل اللي هو ازاله للشريطات، بينما الجاستريك باي باس او الجاستريكتومي سليب جاستريكتومي تعتبر بيرمننت. في عندي على سبيل المثال هذا هو بنسميه جاستريك باي باس سمول باوتش في المعده، هذا اللي بيضل موجود، هذا بيتم اللي هو ازالته، بيتم الربط مباشره بالجوجنم. هان في عندي الجاستريك باندنج، نوضع اللي هو باند او رابطة على فم المعدة او الجزء العلوي من المعدة بحيث انه نقلل من نزول الطعام. وهنا جاستريك سليب بيتم اللي هو قص جزء من المعدة وترك المعدة على شكل نارو تيوب او انبوب. هدول الاثنين جاستريك سليب وجاستريك باي باس ايرريفيرسيبل، عملية جراحية، بينما الجاستريك باندنج ممكن يتم ازالة الباند بصورة طبيعية وترجع الموضوع لوضعه الطبيعي. After bariatric surgery there is a nutrition care. الobjective تبعت nutrition care maximize and maintain weight loss، بدنا نحاول عن طريق التدخلات التغذوية انه احنا نستمر في الويت لوس هذا ونخليه اكثر فعالية. Ensure appropriate nutrient intake، طبعا هذا القدرة الاستيعابية للمعدة انخفضت، وبالتالي بدي احاول انه انا اضمن انه المريض ياخذ النيوترينت المهمة بالقدر او بالكمية الكافية. الاستمرارية أو ضمان تناول المريض كفايته من السوائل، وتجنب المضاعفات اللي ممكن تحدث نتيجة البارياتريك سيرجري. الدايت بروجريشن بعد إجراء عملية البارياتريك سيرجري نفس البوست جاستريكتومي، بنبدأ بالـ NPO، بنبدأ في الفلويد، بعدين بنبدأ بالليكويد with no sugars، بعدين بندخل شوية شوية الأطعمة الصلبة one food at a time. طبعا هنا small portions of food or liquid separately، بتكون عند جزئيات من الطعام الصلب ومن السوائل، طبعا الاثنين بدهم يكونوا ايش بشكل منفصل عن بعضهم البعض.
النيوتريشن كير فور بارياتريك سيرجري هام لبروتين تقريبا من 1 إلى 1.5 جرام لكل كيلو جرام من الايديال بودي ويت بير داي. في الفيتامين والمينرال سبلمنتيشن بعد الباي باس بدي ادخل زياده بي 12 دي كالسيوم والايرون اللي بتحتاج وسط حمض للامتصاص. بدي احاول قدر المستطاع اتجنب الاطعمه اللي ممكن تعمل اوبستراكشن لفتحه المعده اللي هي اصبحت الان ضيقه. بدنا نحاول نتحكم في كميات من الطعام، نقلل من الهاي شوجر فود او الليكويدز خلال الوجبه لنتجنب الدمج سندروم واخليه السوائل ما بين الوجبات الغذائيه.